سادات، انا بسالك تعرف ايه عن خالد الاسطنبولي وعبود الزمر والناس بتوع التنظيم؟ يا فندم والله ما اعرف حاجه، انت بتكلمني عن ناس ما اعرفهاش خالص، لا شفتهم ولا عدوا من قدامي ولا عدوا ناحيتي حتى. انت مش برضو كنت في الجماعه الاسلاميه ايام الجامعه؟ يا فندم كنت وسبتها خلاص، سعادتك بتفكرني بحاجات قديمه جدا انا نسيتها. ولا فاكر ابراهيم امير الجماعه بتاع الجامعه؟ لا انا هكدب طبعا، فاكر ابراهيم، فاكره كويس قوي قوي قوي، بس انا بقالي كتير قوي ما شفتوش، برضه من ايام الجامعه. حضرتك بتفتكر حاجات غريبه قوي، بس اللي افتكره عنه ان هو راح الكويت وبيشتغل مع حماه تقريبا. طب وعمر؟ مال عمر؟ عمر بيشتغل معايا يا فندم، راجل زي الفل وما عندوش اي حاجه. يعني ما فيش حاجه كده ولا كده يا دكتور؟ لا 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 خالص، لا كده ولا كده ولا كده ولا اي حاجه خالص. كل اللي بيحصل ان الراجل بيروح يصلي في الجامع زي بقيه مخاليق ربنا، غير كده مفيش. طب وفلوسك يا دكتور؟ انا فلوسي يا فندم، انا من ساعه ما انت قلت لي انهم خدوا عمر وانا قلبي حاسس انهم هياخدوا احمد. طب روحين يا فندم، بنتعاون شركه يعني. وفين اوراق الشركه دي؟ لا يا فندم، احنا بالكلمه في ثقه بينا وحد الله بين اللي يخون التاني او يضحك عليه. والحساب ده ما بتمولوش منه بتوع التنظيم؟ لا يا فندم، حساباتنا موجوده كلها، كل قرش، كل مليم، كل جنيه، معروف راح فين وجا منين، كله مثبت في الاوراق. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا فندم، انا هستاذن بس حضرتك ادخل اصحيهم واجي على طول. بس لازم ادخل معاك وانت بتصحيهم، مش هينفع اسيبك تدخل تصحيهم لوحدك. ازاي سعادتك يعني هتيجي معايا وانا بصحي امي وانا بصحي مراتي؟ يبقى تزعق وتصحيهم من هنا وانت واقف جنبي. يابا يا حاج يا امي يا ام هاشم. اتفضل يا فندم. يا امل بس بعد اذن حضرتك. يا امل. ايوه. لا استوري نفسك لو سمحت، استوري نفسك معلش لما اغلط على فجاه كده. اتفضل اتفضل سعادتك، شوفوا وفتشوا زي ما انتوا عايزين. ايه يا احمد فهمني انت عملت ايه؟ عملتش حاجه يا امل، دي عمليه احترازيه بس عشان يتاكدوا ان انا ماليش علاقه باغتيال السادات. اغتيال السادات؟ لو النبات الله يكرمك مش وقته خالص. ممكن بعد اذن حضرتك اروح اجيب لها شويه ميه؟ مش هينفع تغيب عن عيني ثانيه واحده، سيبها قاعده هنا وتعالى معايا على المطبخ. انا مشي من هنا، مشي من هنا، مش قادره، انا حاسه اني هرجع. ترجعي وهتكوني حامل. السلام عليكم. ايه ده؟ في ايه يا احمد؟ لا مفيش حاجه، دول جايين يشربوا الشاي معاك. شاي ايه؟ يا ريت تصحي لنا الناس اللي في البيت كلهم وانت واقف هنا معانا. ازاي اصحيهم سيادتك وانا واقف هنا معاك؟ يا سيدي زعق، اعمل اي حاجه، المهم البيت لازم يتفتش يا ابني. طب افهم فيها يا سعاده الباشا. مفيش حاجه، مفيش حاجه والله، بس هي اجراءات احترازيه عشان اغتيال السادات. ايه؟ اغتيال ايه؟ السادات؟ سادات ايه واغتيال ايه؟ يا ابني انا عمري ما مسكت السكينه يا سعاده البيت. دول موتوه برشاشات يا سعاده البيت. اهدى اهدى، مش كده يا عمجد. اهدى ازاي يا احمد؟ هذا ازاي؟ ده الحسن انها عامل طولي. طيب بقى يا حاج امجد، امسك نفسك، مش معقول كده يا راجل. امسك نفسي ازاي يا حاج؟ انا مش عارف انا بقالي كام يوم هنا، انا ما بقتش عارف الليل من النهار يا راجل. هانت يا حاج، الله هانت يا اخي، احنا ما عملناش حاجه، يعني هنخرج هنخرج. والمليون و800 الف جنيه دول اللي مش لاقيين ورقهم فين؟ مش هيسيبونا يا اخويا الا لما يعرفوا هما فين، والمصيبه ان احنا نفسنا ما نعرفش هما فين. غلطه يا حاج، غلطه والله العظيم غلطه، وبكره تقول احمد قال. 2 مليون جنيه دول يعني 6 اصفار قدامهم. الست اصفار دول لو شلت منهم صفر يبقوا 200 الف، يبقى كده اللي فاضل فعلا وناقص مليون و800 الف اللي انت بتتكلم عليهم واللي هم مش لاقيين ورقهم ومش هيلاقوه ابدا الا اذا الصفر السادس ده رجع. غلطه يا حاج صدقني. ولو ما اكتشفوهاش وكلامك طلع غلط يبقى احنا مولنا التنظيم بمليون و800، ده معناه ان احنا شاركنا في اغتيال الرئيس، يعني فيها على الاقل تأبيده. اعوذ بالله اعوذ بالله يا اخي، فال الله ولا فالك. اهمل امل امل. Thank you.
فص ملح وداب، لا لاقيها لا هي ولا جدها. لا حول ولا قوة الا بالله. ما تعرفش اي حد من قريبها؟ اي حد من معارفها؟ اي حد نعرف هي راحت في انهي داهية؟ ما اعرفش حد خالص غير جدها. ما تلاقي جدها ده خدها وسافر برا مصر، ما هم خايفين على نفسهم اكيد. تلاقيهم كمان فاكرينك انت اللي قتلت السادات. صحيح يا اولاد، الناس بقت تترعش من الموضوع ده، تترعش رعش كده، محدش عارف البلد راح على انهي حتة. مشكلة انها حامل. يعني فضلت طول الوقت اللي فات ده مش عايزة تحمل، ولما تحمل تبعد عني وما اعرفش هي فين. الغايب حجته معايا يا احمد، وان شاء الله تعطر فيهم. خايف يا حاج ما اعطرش فيهم. وخايف اكتر تكون حامل فؤاد. يعني الواد اللي بتمناه من الدنيا طول عمري يوم ما يجي ماكل هشام. الله 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 يا ابو حميد، ما تصلي على النبي امال. الله انت خلاص يعني عرفت انه واد وعرفت انه مش جاي لك؟ ده انت طول عمرك متفائل يا راجل، ايه التشاؤم ده؟ يا فرحتي بيكم انتوا الاثنين، متفائل ومتشائم. هنقعد نتكلم في الحزن ده طول النهار؟ يا جدع انت مش قايل لك ان شاء الله ربنا هيعطرك فيهم؟ خلاص خلينا نتكلم بقى في الشغل. صلى على النبي وعلى الصلاه والسلام. موضوع البيع الارض الامجد ده انا مش موافق عليه. ليه بس يا حاج؟ ايه المشكله؟ الله، ده الراجل قال لك هشيل الارض بمشاكلها ونطلع في الاخر كسبانين كمان. بعدين على فكره يا حاج، انا كلمته في كل حاجه والراجل ما قالش لا. وبعدين ده مستعد يكايش دلوقتي اهو على البركه. يبقى بشرط واحد. اتفضل يا حاج. الفلوس اللي هناخدها منه نشتري الارض اللي انا قلت عليها. اوه بقى ايه اللي هودينا الكيلو 26 يا حاج؟ الكيلو 26 ده يا عبيط هي ارض المستقبل. هنعمل اكبر مدينه سكنيه، هنعمل مزرعه فراخ على اكبر مستوى في مصر. افهمني، ده 1000 فدان. 1000 فدان يا احمد، 1000 فدان. ايوه يا حاج، هو بس محمد قصده يعني انها بعيده شويه. بعيده يا اخويا؟ عبال ما تروح بالعربيه وترفع سماعه التليفون تكلم كل واحده من نسوانك هتكون وصلت بالسلامه. ربنا يبارك ويزيد كمان وكمان يا احمد. يا رب يا رب. قول لي يا عمر، احنا بقالنا قد ايه اصحاب؟ يا من سنين. ربنا يبارك في المعروف واهله، وانت من اهل المعروف يا احمد انت واخواتك. يا حبيبي ربنا يبارك فيك يا شيخ عمر. ربنا يبارك فيك يا شيخ عمر. يبقى اكيد في حاجه. ليه يعني خير؟ وهو انت ما تقوليش يا شيخ عمر غير لما يبقى عندك حاجه عايز تأمني عليها وتقول لي يا شيخ عمر، وانا في كلتا الحالتين مؤتمن سواء كنت عمر او الشيخ عمر. عندك حق. صح صح. ايه، عمر ولا الشيخ عمر؟ اتفضل. اقول لك، انا مش عارف يعني، عمال افكر انت ليه لحد دلوقتي ما فكرتش انك تجيب عربيه محندقه كده يعني تفسح العيال بيها يوم جمعه، تهزر بيها اي حاجه. تصدق بالله يا احمد؟ لا اله الا الله. اهو يوم الجمعه ده بالذات اليوم الوحيد اللي ما عنديش فيه ساعه فاضي. الله، ليه؟ عندك شغل تاني ولا ايه؟ شغل تاني ايه يا احمد؟ انا بصحى اصلي الفجر والم الولاد حواليا احفظهم سوره الكهف، وقبل صلاه الجمعه بساعه اخد بعضي واروح مسجد سيدنا الحسين اصلي الجمعه، ومن صلاه الجمعه لغايه صلاه العصر اقعد في حضره الشيخ الجليل حسين العشماوي. الله الله الله. في حضرته ازاي يعني بقى؟ ساعتين من بعد صلاه الجمعه لغايه صلاه العصر بيفسر لنا معاني القران الكريم. بسم الله ما شاء الله. طيب انت رايح الجمعه اللي جايه ان شاء الله؟ انت تعرف فضلته شخصيا؟ الحقيقه انا ما شفتوش غير مره واحده من زمان، من ساعه ما كان ممنوع ان يجي مصر، كنت بسمع خواطره الايمانيه في اذاعه سعوديه، والحمد لله اول ما جه مصر شبطت فيه، وربنا والحمد لله قربني منه. عقبالك يا احمد. يا رب. طب اعمل حسابك، الجمعه اللي جايه ان شاء الله هعدي عليك ونروح نصلي سوا هناك، عايزك تعرفني عليه. يا سلام، ان شاء الله ان شاء الله. يا صباح ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاج فتحي، فتحي